اليوم مثل ما قلنا زينب حلقة خاصة واستثنائية بمناسبة ذكرى الجولاء، ذكرى جولاء آخر مستعمر فرنسي عن أرض سوريا الحبيبة. ودائما بالأحداث التاريخية المهمة للأدب دور كتير كبير لترسيخ فعلا هيدا التاريخ ولكتابة سطوره، لأنه مثل ما قلنا عم نشهد دائما تشويه للتاريخ من قبل الأعداء. للأدب حصة كبيرة في الجولاء السوري. اليوم معنا الأستاذ الكاتب حسن الحميد لنحكي عن الأدب، كيف فعلا سطر بكلمات جميلة هي الملاحم البطولية. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. بداية صباح الخير، كل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانت بألف خير استاذ حسن. يعني بداية خلينا نحكي عن دور واقلام الكتاب والشعراء لواكب الجلاء واهم ما قدمته بهذه المرحلة. بداية يعني لازم امر هيك بسطر سريع شوي على الأجواء اللي كانت من عام 1920 بعد معركة ميسلون إلى أنه نوصل لل 46 اللي هو عيد الجلاء. المرحلة طويلة ومرحلة فيها حزن وفيها فرح، والمرحلة فيها بطولات من نوع العلاقة بالفذاذة، وأيضا فيها للأسف الشديد حالة موات حاول يقدمها الفرنسي بهذه الفترة. لكن علينا أنه نعرف ببساطة أنه عندما جاء الفرنسي إلى هذه البلاد العزيزة سوريا 1920 و 1918 للساحل السوري، كانت البلاد في حالة موات من المستعمر اللي قبلها، المستعمر الفرنسي اللي هو المستعمر العثماني. صحيح. امتص خيرات هذه البلاد، قضى على كل بادرة جميلة، وكل مكان يبين حدا عنده شكل من أشكال الإبداع كان يأخذه للأستانة أو يأخذه للبلاد التركية يعني، ولا يجعله يعني يبين بإبداعه داخل منطقته أو داخل أو بين أهله أو داخل الوطن الأساسي له. ولذلك كانت النظرة للأسف الشديد نظرة ليست جميلة، ولا فيها أي احترام للشعب السوري، ولا فيها احترام للشعب العربي، ولا من أي جهة من الجهات، لا سواء العقيدة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة إلى آخره. وأهم شيء اللي كان سلبي على المنطقة هو أنه المستعمر العثماني ثم المستعمر الفرنسي حالهم بين الناس وبين أنه يفتحوا مدرسة. المدرسة هي أشبه بالضوء، هي أشبه بالقنديل، هي أشبه بأي شيء يحرك الحياة. ولذلك هم أوقفهم هذه الحياة عندما ما فتحوا المدارس أو ما ساعدوا الناس على التعليم. بقي التعليم يعني تعليما خاصا فقط للناس الذين لديهم أملاك، اللي عندهم أموال، اللي عندهم جاه، اللي عندهم علاقات أيضا مع المستعمر سواء كان العثماني قبل ثم بعدين مع الفرنسي. ولذلك هذا التعليم انحرمت منه شرائح كثيرة من المجتمع. ولهذا السبب سنجد بأنه كل الكتابات التي دارت حول هذه الفترة من عام 1920 إلى عام 1946 هي كانت للنخبة، الناس اللي هن تعلموا، اللي كانوا أولاد أقطاع، الذين كانوا أولاد رأس مال أو جهات أخرى. أما أبناء الشعب البسطاء اللي موجودين في القرى، وإحنا مجتمعاتنا على الأغلب الأعم هي قروية، للأسف الشديد هذه المجتمعات أو هذه الشريحة الكبيرة في هذا المجتمع لم تنل حظها من التعليم والكتابة والفنون بشكل أساسي، تحتاج إلى المدرسة. ولذلك هذه المدرسة كانت بعيدة خاصة عن الأرياف، يعني كانت موجودة في المدينة ولكنها كانت يعني أشبه بالعينات. يعني مدينة دمشق كلياتها كان فيها مثلا مدرسة واحدة بتخرج طلاب يأخذوا الشهادة الثانوية، وهكذا جامعة كانت موجودة في سوريا، يعني الجامعة في دمشق هنا وجامعة في حلب. ولكن الآن لما ننظر الآن إلى سوريا ونشوف ما هو موجود وما هو حاصل الآن، بنشوف أنه كيف التعليم، حصص التعليم كيف توزعت على كل هذا المجتمع. بس يكون في تعليم، بس يكون في مدرسة، بتحس في نورانية معينة داخل هذا المجتمع. ولذلك هذه الكتابات التي كانت هي كتابات ستكون لاحقة. أولا الشاعر كان لا يحتاج إلى أنه حالات من الإمهال أو حالات من الترغية، وكان دائما يكتب. ولذلك سترين الشعر ليس فقط الشعر السوري الذي هو واكب مراحل الجلاء، بطولة يوسف العظمة مثلا على سبيل المثال، هذه الفزعات الكبيرة التي جاءت من مختلف المناطق لدمشق عندما جاء يوسف العظمة من عن طريق ميسلون، هذا الحضور أو هذه التلبيات التي كانت من حلب ولا من السويدة ولا كانت من الساحل أو من الجزيرة العربية كلها كانت موجودة
موجودة وكانت تكتب لأنه كان في صحافة، ولكن للأسف الشديد يعني لم يكن بالمعنى الأدبي اللي احنا نعرفه الآن، اللي هو في القصة وفي الرواية وفي المسرحية، في ما عدا الشعر، فقط الشعر اللي كان هو قصائد تنقل من مكان إلى مكان. شاعر قال قصيدة في حماة مثل بدر الدين الحامد، أو قصيدة قالها عمر أبو ريشة في حلب، أو قالها في دمشق، أو قالها في مكان آخر، كانت تنتقل. ولكن الشيء المهم اللي كان هو هذا المعنى العروبي الذي كان موجود، الرصافي كشاعر من العراق، أو الزهاوي في العراق، أو أحمد شوقي في مصر، أو حافظ إبراهيم في مصر، كانوا يكتبون القصائد التي تتحدث عن الوقائع والأحداث والبطولات الموجودة في الشام. ولذلك كان الشعر هو على الأغلب العام هو الذي كان يخلد هذه المناسبات، يخلد الأعلام، يخلد المعارك، يخلد الأحداث والحادثات، وأيضا يخلد هذه الفجائع. يعني كلياتنا نحن مثلا نسمع أحمد شوقي عندما تحدث عن دمشق وماذا حدث، عندما نسمع ما الذي حدث في البرلمان 1945، هذه المذبحة الكبرى، كيف أن الشعراء كتبوا عنها، وعندما حدثت يعني حدث حريق الحريقة اللي سميت باسمه في دمشق، في أسواق دمشق، ولمشان شل الاقتصاد السوري، كيف الكثير من الشعراء أيضا كتبوا هذه القصائد، إضافة إلى القصائد التي ألحقت بأعمال وبطولات الأعلام الكبار، قادة الثورة السورية من سلطان باشا الأطرش في السويداء إلى أحمد مريود في الجولان، إلى محمد الأشمر، إلى حسن الخراط في دمشق، إلى إبراهيم هنانو في حلب، إلى أبناء السعدون مثلا، أو أبناء عكاش، أو أبناء الملة هنا في دمشق، فتستجدين أو الناس اللي كانوا يكتبون الشعر الشعر الذي يدور حول صالح العلي في الساحل، أو أبناء الدنادشة الموجودين كانوا في أيضا في ريف اللاذقية، يعني لحقت بهم هذه الأشعار. وكل هذه الأشعار التي كانت هي اللي كانت تخلد وتكتب هذه البطولات لأبناء الشعب السوري. يعني كانت هذه الأشعار تتحدث عن الأحداث والمعارك والبطولات، وتتحدث أيضا عن الأحزان، أو خلينا نسميها آثار هذه يعني الأشياء التي جاء بها المستعمر الفرنسي. الشيء الأساسي اللي احنا بنشوفه الآن أنه يعني فورة هذا الشعب السوري، والفورة بمعنى الثورة هنا، يعني سنجدها الآن في الكتابات اللاحقة بعد أن نالت الدولة السورية الاستقلال. في دولة الاستقلال سنرى نحن هذه البطولات الهامة للأبطال مثل سلطان باشا الأطرش، مثل إبراهيم هنانو، مثل أحمد مريود، وباقي الأسماء الأخرى، صالح العلي، سنجدها فيما بعد، وخصوصا في جانب السردي، لأن القصائد كانت هي سريعة التلبية، وكانت هي مباشرة خلينا نسميها عن هذه الثورة. الحضور يعني القصائد هي كانت تواكب الحدث، هي الأسرع، فلهيك كانت فعلا وثيقة تاريخية. بس قديش بنشوف الأدب في تلك المرحلة وثيقة تاريخية أو مرجعية للأجيال اليوم. هلا نحن اللي قرأنا، نحن لأدبائنا اللي هم انبنهم أو أوجدهم هذه المدونات في عهد دولة الاستقلال، يعني بعد عام 46، سنجد مثلا روايات كثيرة، سنجد قصصا كثيرة، سنجد في السرد أشياء كثيرة، والتي ستنتقل أيضا إلى الفنون الأخرى، ومنها التلفزيون، ومنها السينما، ومنها المسرحيات، سنجد الكثير من الأعمال. وهذا أمر طبيعي، يعني إحنا إذا ننظر إلى التاريخ، نابليون بونابرت في بزمناته فات حاول يغزو كل هذا العالم الأوروبي الموجودة، ومنهم روسيا. عندما دخل إلى روسيا في عام 1812 لن نجد كتابات دارت حول هذه الحرب، هناك كانت أخبار تتحدث عن صمود أبناء موسكو مثلا، أو صمود المدن الروسية أمام هذه الهجمة النابليونية الموجودة. ولكن الآن سنحتاج إلى وقت طويل، حوالي 40 إلى 50 سنة، حتى يكتب إن مثلا تولستوي هذه الرواية الجميلة هي الحرب والسلام، التي هي تتحدث عن بطولات الشعب الروسي وهو في مواجهة نابليون بونابرت. نحن أيضا سنحتاج إلى وقت طويل، أيضا إلى وقت طويل، من أجل أن نعرف مثلا رواية مثل حسن جبل التي كتبها الكاتب الكبير فارس زرزور، هذا ابن الشام، الذي تحدث عن المجاهدين وتحدث عن سكناهم بعيدا عن البيوت العادية، سواء في غوطة دمشق أو في جبل قاسيون المكان اللي احنا فيه الآن، أو يتحدث عن المغر والكهوف التي آوى إليها أو أوى إليها الثوار بعيدا عن هذه الحياة المدنية، من أجل عزة سوريا ومن أجل الكرامة السورية ويعني والشعب، ورفضا لهذا الانتداب الفرنسي. الانتداب الفرنسي مثله مثل أي انتداب آخر، هذه يعني الكلمة هي مخففة عن الاستعمار، أو كلمة الاستعمار هي التي أرادوا بها أنهم بدهم يعمروا، لكن هي كانت استدمار وليس استعمار. هذا الأدب هو الذي يتحدث عن كل بطولات الشعب السوري. شوفي، هذه البطولات لم تكن يعني مقصورة على جانب معين، يعني واحد مثل أحمد مريود على سبيل المثال، كانت قطاع
الجبهة التي يشتغل عليها أحمد مراود من أجل أنه يقلق راحة هذا المستعمر الفرنسي، لأنه بين إيدين الثوار السوريين كانت يعني شوية بواريد شوية بنادق، بينما هو لديه دبابات ولديه طائرات ولديه أشياء كثيرة. كانت هذه المساحة التي يشتغل عليها أحمد مراود على سبيل المثال هي من حدود فلسطين إلى حدود لبنان إلى حدود الجزيرة العربية، يعني حتى الأردن ما كانت كلياتها موجودة في ذلك التاريخ. ولذلك كان هو يجمع الناس ويستنفر الناس ويخطب في الناس ويجلس في المضافات ويتحدث، مثله مثل الأمير سلطان باشا الأطرش. والشيء المهم في الثورة السورية عندما يحقب لها الأدب سيتحدث بأنه واحد كان إنسان بسيط عادي كان قائد من قادة الثورة مثل حسن الخراط، اللي هو عبارة عن كان حارس لأسواق موجودة في الشاغور أو موجودة في البزورية، منطقة البزورية اللي بتعرفوها، أو سوق هذا الكبير تبع مدحت باشا، أو الأسواق الداخلية لدمشق عندما نصل إلى الحميدية أو ما بعد الحميدية، وكان هناك بجنب في سوق الخجة. هو عبارة عن حارس موجود، ولكن هذا الحس وهي البطولة هون، هذا الحس الوطني تنامى عند هذا الرجل اللي هو حارس وبسيط، وهو يحرس في الليل هذه المحلات ويأخذ أجور من التجار أصحاب المحلات الليل. عندما جاءت فرنسا هو أقلع عن هذه العادة، وكما لو أنه كبر أو أنه بلغ سن الرشد، ولذلك هو سيكون الآن ثار ويترك الآن الشاغور ويترك هذه المنطقة أسواق دمشق وسيذهب إلى الغوطة من أجل أن يقاتل الفرنسي. هذا رجل بسيط، لكن شوفي أنت رجل آخر مثلا بكل هذا العنفوان مثل الشيخ صالح العلي، هو شيخ منطقة كبيرة هو سيقوم بهذه الثورة، أو شوفي واحد رجل حقوقي مثل إبراهيم هنانو الآن سيكون قائد لهذه الثورة في شمالي في حلب وشمالها والمحيط اللي حواليها بإدلب وغير إدلب، وستجدين واحد برتبة أمارة، يعني واحد له مكانة غير عادية وجاه كبير في المجتمع مثل سلطان باشا الأطرش في السويداء، أيضا يترك هذا الجاه يترك هذه المضافات يترك كل هذا العز الموجود ويخرج أيضا إلى اللجات اللي هي حجارة السوداء، وهي مغر وهي كهوف وهي دروب بعيدة وهي يعني أمكنة، يعني من أجل أن يقاتل هذا الفرنسي، لأنه كان في نفرة موجودة عند الشعب السوري. واجتمع المجتمع كلياته، المجتمع السوري تحول، كان عادة لما ما يكون في عندك استعمار ما يكون في عندك أخطار بيكون في مجتمع مدني، وفي ناس أيضا مثل الجيش بيكون أو مثل يعني الحرس بيكون الموجود بيكونوا هذول هم بيحرسوا الحدود وبيحرسوا الثغور. لكن لما يصير في عندك هجمة غير عادية مثل هذه الهجمة الفرنسية بيتوحد المجتمع، المجتمع المدني بيصير أيضا مجتمع عسكري وبيجتمعوا كلياتهم مع يعني سواء الآباء وللأبناء وللآخرين اللي هم في البيوت يجتمعوا مع الأبناء الذين هم يقاتلون. فأصبح المجتمع السوري طوال هذه السنوات اللي هي حوالي 26 سنة وكلياتهم اجتمعوا من أجل مقاتلة هذا العدو. الأدب الآن ينظر إلى هذه الصورة وهو يقدم هذه البطولات. وأنا لا أقرب الصورة بس شوي لأنه للأذهان شوية، حرب تشرين نحن شفنا شو اللي حدث وشفنا كيف الناس كلياتها صارت لما يجي عسكري لابس البدلة العسكرية بيجي على فرن بده ياخذ شوية خبز، بتشوفي الناس اللي متجمعين أمام الفرن مشان ياخذوا من الخبز هنا يبعدوا له ويفتحوا له الطريق من أجل أن يأخذ هذا العسكري يأخذ الخبزات ويرجع فيهن لرفاقه في الخندق. ولذلك بتشوفي هاي الحالة، نسوان تركن بيوتهن وراحن إلى يشتغلن بالتمريض من أجل بالمستشفيات من شان الجرحى أو مشان يعني يكونوا في هذه الرعاية الموجودة. هذا المجتمع، هذه الصورة اللي شفناها بتشرين يعني أنا أقربها شوية، اللي شفناها بتشرين نحن أو شفناها في الحروب الأخيرة هي اللي كانت موجودة في أيام الجلاء. أنت بدك تشوفي الزوادات اللي كانت تطلع من دمشق على سبيل المثال باعتبارنا بدمشق، أنا أحكي عن دمشق، أو الزوادات اللي بتطلع من دمشق أو بتطلع من السويدة اللي هي رايحة بالطنابر أو رايحة ما بين الحشيش أو رايحة ما بين أكياس البطاطا وبين اكياس يعني اللي رايحين باعتبارهم رايحين على السوق بدهم يودوا هاي الاشياء للحسبه يعني مشان يبيعوا فيها، كلياتها كان فيها رصاص وفيها زوادات وفيها اكل وفيها رسائل وفيها اخبار كلياتها من هذا المجتمع المدني يقدمها الى المجتمع العسكري اللي هو كان موجود في اللجاء او موجود في الغوطه او موجود في امكنه اخرى مثل حلب او موجود في امكنه اخرى مثل الاوديه اللي هي موجوده في الساحل او الهضاب اللي هناك. فهذا المجتمع كلياته كان موجود، ولذلك جاء الادب اخذ هذه الفرصه وتريث كثيرا حتى كتب لنا هذه الروايات الجميلة مثل ما تريثنا أيام حرب تشرين. يعني في حرب تشرين كان في قصيدة وفي حدا زيكم هيك إعلاميين كمان يقدم الأخبار ويقول لنا كم واحد استشهد بالمكان الفلاني كم واحد أسرنا من الإسرائيليين وإلى آخره، لكن يأتي الأدب بعدين لحتى يقدم إن هذه الأبطال ويقدم لنا هذه الأحداث فيما بعد في روايات وفي قصص وفي أشعار أخرى. نعم يعني أستاذ خلينا نحكي شوي عن دور الأدباء والمثقفين أيضا بتاريخ الحقبة
الزمنية الحقيقية بعد وقت، يعني ما يستمعوا من حكايا الناس ورواياتهم، يجمعوا المعلومات كاملة ليوصلوا هي الوثيقة التاريخية بشكل أدبي محبب للقراء وللناس. كمان بالمقابل خلينا نسقط على الوقت الحاضر اليوم بعصر السرعة وعصر الشائعات، وحتى الجيل الجديد قدي نحن اليوم بحاجة للمحافظة على تاريخنا، على دائما التذكير. نعطي أمثلة روايات معينة، يعني نحن شفنا أعمال درامية وثقت ممكن تكون 90% صحيحة وممكن تكون نهايات درامية، لكن اليوم الأدباء والمثقفين والكتاب عليهم مسؤولية كبيرة، وخاصة بين الماضي والحاضر، لأنه الجيل لازم يتمسك بتاريخه بثقافته بمبادئه. هذا صحيح. شوفي أستاذة، في شيء أساسي يعني يمكن كلياتنا نوعاه، نحن نحكي بالمدارس ونحكي بالجامعات لطلبتنا. هذه البلاد العزيزة سوريا هي مكان مكان للاستحواذ، كل واحد يريد الاستحواذ عليها، كل واحد يريد السيطرة عليها، لأولا لأسباب لها علاقة بالجغرافيا، لها علاقة بالحيوية، لها علاقة بالخيرات، لها علاقة بهذه المكانة، بالطبيعة، بالجغرافيا، بالتاريخ. فلذلك كثير من الناس كانوا يتطلعون، لأن سوريا هي تعد هي الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ولذلك الدخول إلى سوريا كان هو دخول إلى كل هذه الأماكن، ولذلك كانت سوريا مستهدفة من حوالي أكثر من 1000 سنة. أنا أتحدث بعد هذه الأزمنة الجميلة التي عشناها في العصرين العباسي والأموي، لكن للأسف الشديد يعني هذه الفترة من 1000 سنة يعني نتحدث بأنه نحس حالنا أنه إحنا كلياتنا كل جو منهوبين من الاستعمار، ثرواتنا رايحة، خيراتنا رايحة، وكل الأشياء اللي بتخليك تتطوري فيها وأهمها المدرسة هي غير موجودة، الكتاب، دار النشر، المطبعة إلى آخره، كلياتنا كانت غير موجودة أو كانت توضع عليها اليد أو أنه نخص فيها جماعة معينة. كان الاستعمار يعني يخص ناس فقط هم يعلمهم، لأنه هذول ضامنهم من أجل أن يكونوا معاه، أو على الأقل إذا ما كانوا معه هم ما بيرفعوا الصوت عاليا ضد هذا المستعمر. ولذلك أبناء الشعب يعني في القرى، في البلدات، في القرى الكبيرة التي هي أشبه بالمدن، لكن للأسف الشديد كانت محرومة. دور الكاتب هو دور كان هو المهم، يعني أنا لولا الأدب ولولا الشعر ولولا الكتابة ولولا السير ولولا كل الخطابة لما عرفنا شيئا عن العصر الجاهلي، ولولا الشعر ولولا الأدب ولولا الخطابة ولولا الثقافة ولولا النقد الأدبي ما عرفنا شيئا عن العصر الأموي، وهكذا عن العصر العباسي. ولذلك نحن عندما نتحدث عن سوريا من ذلك الوقت يعني من 1000 سنة حتى اليوم، المرجعية الأساسية لنا هي الأدب، نذهب إلى الأدب. الآن نحن شفتم أنتم خلال 10 سنوات اللي راحت ونحن كنا عايشين كلياتنا سوا، صحيح الإعلام بيقدم لنا أخبار، بيقدم لنا موقعة هنا وفي شهيد وفي جريح وفي نحن صار شيء معين أو حريق هنا أو مجزرة هنا أو كل هذا مهم، لكن ما يبقى في الأخير من أجل الحوصلة الأخيرة هو الأدب، هو الذي يقدم لنا. أنت الآن سترين بحوالي أكثر من 200 إلى أكثر من 250 رواية سورية كتبت 10 سنوات الأخيرة، لأن هذه الارتجافة التي صابت هذا المجتمع هي هزت أركان كثيرة، حتى هزت قناعات كثيرة موجودة داخل هذا المجتمع. ولذلك يأتي الأديب الآن، يأتي المثقف، يأتي الشاعر، يأتي الفنان، يأتي الرسام إلى آخر ما هنالك، يأتي من أجل الحديث عن هذا الصمود لأبناء الشعب، هذا الصمود للمرأة، هذا الصمود للأبناء في المدارس، هذا الصمود للمعلمين، للمعلمات، هذا الصمود للكادر الطبي، هذا الصمود لرجال العقيدة في الكنيسة أو في المسجد. الأدب يعني عندما ينظر الأدب ينظر في عين موشورية في جميع الاتجاهات، ولذلك بيقدم لنا هذه المساحة. بالأخير المصدرية الأساسية، صحيح في هناك عندي وثائق وفي عندي أرقام وهذا، ستذهب إلى الإحصاء، ستذهب إلى جهات أخرى، ولكن الشيء الأساسي اللي إحنا بنعيش عليه واللي بدنا إياه واللي إحنا خلاني عرفنا مين هي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أو بخلينا عرفنا ما الذي فعله نابليون بونابرت أو ما الذي فعله الاستعمار في هذه المنطقة أو غيرها، نحن هو الأدب بشكل أساسي. أنت الآن إذا خذي حالة أخرى كانت كثير مأساوية، خذي مثلا هذا الاستعمار الغير عادي، الاستعمار الفرنسي الذي انتهب الجزائر ل140 أو أكثر 100 سنة، ما الذي يقدم لنا هذا الاستعمار بصوره الوحشية القبيحة بمجازره؟ الأدب. ما الذي يقدم لنا فذاذة هؤلاء الناس الشهداء الأبطال المقاومين الناس الثوار الذين كانوا ضد الفرنسي؟ الأدب. وهكذا، ولذلك الأدب دوره كبير جدا، والمثقف الحقيقي اللي خلينا نسميه المثقف اللي بيعيش بين أبناء شعبه اللي بيسموه المثقف العضوي، هذا هو الذي يحس عنده حساسية، عنده حساسات معينة من أجل أن ينتقط ويتحدث عن المرأة ودورها، يتحدث عن الرجل ودوره، يتحدث عن الثائر ودوره، يتحدث عن المعلم ودوره،
الطبيب ودوره وهكذا. ولذلك عندما نتحدث عن هذه البرهة، برهة 26 سنة اللي هي بأيام الجلاء، سنجد بأن الشعب السوري بأجمعه سواء كان من الأغنياء أو كان من الفقراء أو كان من الطبقة الوسطى، يعني خلينا نسميها، كل هؤلاء الناس هم الذين قاموا من أجل إشعال هذه الثورة في كل المناطق السورية. ما في منطقة بسوريا إلا ما قامت بوجه الفرنسي. والشيء المهم أنه أنت بتعرفي هذا من خلال كتابات الفرنسي. الفرنسيون كانوا يؤرخون لأبنائهم، كانوا يؤرخون خصوصا الطرقات. شوفي هذا الخط اللي جاي مثلا من الرياق من لبنان، من على طريق لبنان الذي بيمر هلا ببلودان، بيمر بهالمناطق هاي الزبداني، وبعدين يجي على دمشق. الخط الحديدي يعني الموجود هذا، هذا كتب عنه الفرنسيون الكثير، ولذلك احاط بهذا الخط الكثير من الثوار. كانوا يقلبون هذه القطارات او القاطرات للقطار، ويأسرون، كانوا من الجنود الفرنسيين، ويأسرون النساء التي هي يعني تلتحق بالجنود الفرنسيين. فهم شكلهم يعني مقضى لمضاجع هؤلاء الناس الفرنسيين الذين يأتون من طولون أو يأتون من مرسيليا من فرنسا إلى الموانئ اللبنانية، ثم يركبون في هذه القطارات فيأتون إلى دمشق. ولذلك كانت هذه خطورتها كبيرة جدا، وكانوا يخافون جدا من الثوار الذين كانوا يعني فقط يفكهم السكك الحديدية الموجودة في أنهم معهم مفكات يفكهم هذه القطع السكيكة، فيقف هذا القطار، وكانوا يبطشون يعني الثوار كانوا يبطشون بهؤلاء ويقولوا يعطوهم درس وطني غير عادي، أنه أنت وين رايح؟ مفكر حالك أنه مثل ما حكوا لك بفرنسا أنت جاي لنزهة هين، وجاي بدك تشوف العزبة تبعك، وبدك تشوف أنت والله المزرعة تبعيتك. لا، هنا في ثورة قائمة ضد. ولذلك إحنا في مرجعياتنا اللي إحنا بعد ما الاستقلال كبيرة وبعد ما انتبهنا بشكل أساسي، ذهبنا إلى هذه الكتب، إلى هذه الصحف، إلى هذه المجلات الفرنسية التي كانت تسجل بطولات أبناء الشعب. ولذلك أنت ما في منطقة عندنا، شوف الجزيرة، يمكن في كثير ناس ما بيحكم على الجزيرة السورية. الجزيرة السورية كانت ثورة من أولها لآخرها، بيت الشلاش يقومون بهذه الثورة واصلة إلى آخر نقطة عند رأس العين في سوريا. وأيضا كان في كثير من الناس يتجاهلون الجولان ويقولون إنه ما كان في هذا، لا بدهم يشوفهم، إنه بدنا نشوف نحن إنه حتى هذا اللي هو غورو في وحدة من زياراته اللي ذهب فيها إلى الجولان، كيف تصدى له أحمد مريود مع جنود مع مع مع, مع الثوار، يعني كيف تصدوا له على الطريق، وكيف أطلقوا عليه النار، وعنده إيد كانت مضروبة، يعني عبارة عن ذراع بلاستيكية كانت محطوطة فقط هيك وهمية مشان يبين أنه هو كامل. هذا أطلقوا ما أصابوه في هذا المكان اللي هناك. ولذلك بقي أحمد مريود مطاردا طويلا، على الرغم من أنه نال وزارات كثيرة في شرق الأردن، إلا أنه كان من الأبطال الكبار. وهذا ما سنجده أيضا في الساحل السوري. لم يقبل الأهل الساحل السوري قبول، رغم كل الإغراءات التي كانت، وهذا ما يكتبه الأدب، رغم كل الإغراءات التي أعطيت للشيوخ وللناس الوجهاء الموجودين في الساحل السوري من عام 1918 إلى أن اشتعلت السورية، الثورة السورية الكبرى اشتعلت، وبدأت هذه يعني التواصلات موجودة ما بين الساحل وما بين السويداء مع الجولان إلى حلب إلى الجزيرة العربية. ولذلك هذه شعلة نار كانت موجودة في مواجهة هذا الاستعمار الفرنسي، وهذا يؤرخه الأدب. يعني عندما تقرأين على سبيل المثال رواية حسن جبل لفارس زرزور على سبيل المثال، أو عندما تقرأين لألفة الأدلبي دمشق يا بسمة الحزن، ستعرفين هذه الخمائر الوطنية الغير عادية اللي كانت موجودة عند هؤلاء الناس. الحلاب الصبح لما يجي حلاب يقول حلاب حلاب أو حليب حليب بينادي، بيمشي بالحارات، هذا عندما يفرغ الحليب هذا، كل هذه الأواني يعني الدلات هاي اللي شايل فيها حليب كان، أو كل الخروجة اللي جاي فيها يعني جمع خرج اللي جاي فيها هاي وبده يرجع فيها على الغطا، كلها كانت تتحمل بالأخبار وبالرسائل وبالزوادات وبالرصاص وبالأسلحة وبالألبسة وكل الأشياء هذه، ويذهب إلى الغطا كان فيها. فكلياتهم اشترحهم هذه الوسائل من أجل عزة هذا الوطن ومن أجل رفعة هذا الوطن. ولذلك أنت شوفي واحد مثل يوسف العظمى عندما يتصدى إلى هذا الجيش العرمرم اللي جاي الفرنسي، معه طيارات ومعه دبابات ومعه يعني آليات ومعه مدرعات وإلى آخره، لكلمة واحدة قال لن يسجل التاريخ. وهذا اللي بدنا نشوفه نحن في الأدب، لن يسجل التاريخ بأنه دخل الفرنسي إلى سوريا وكنا نحن يعني معانقينه وكنا عم نزت عليه ورد. لا، نحن سنواجهه كي لا يقال. وكانوا حتى وزراء كانوا حواليه سهروا معه آخر ليلة، سهروا معه حتى قبل ما يطلع المفجر، سهروا معه هم عم يثنوا يقولوا له يا يوسف لا تطلع، لأنه ما في عاقل يواجه الفرنسي. يقول لهم بدي أواجههم أنا حتى لا يقال بأنه دخل الفرنسي إلى دمشق أو دخل إلى سوريا واحتل هذه العاصمة دون أي مواجهة. وفعلا هو كان عارف مصيره مثله مثل الآخرين. هذا لا يحتفي بهذه الأشياء سوى الأدب، ولذلك كان الأدب هو خميرتنا، وهذا اللي بنعلم فيه نحن أبنائنا. أضف إلى ذلك في شيء أساسي غير القصة وغير الشعر وغير الرواية اللي
اهتمت بهذه هي المقالات الأدبية التي كانت تكتب والتي كانت تنشر في الصحف والجرائد. في يوم من الأيام كلياتنا نحن تثقفنا وتعلمنا، حتى أسس الجامعة، حتى المحامي، حتى إلى آخره، حتى العسكري، كلياتنا نحن كنا نتعلم من المقالة. المقالة هي اللي كانت أشبه بالموثبة التي يعني تشتغل من أجل استنفار الناس، من أجل أن يقفوا في وجه هذا الغازي. وبقي الفرنسي إلى آخر لحظة من اللحظات وهو يخرج، بقي غريبا وبقي يعني مشتوما وبقي ملعونا وبقي إلى آخر كل هذه الصفات الموجودة داخل الوطن السوري، وهو لم يشق طريقا إلا من أجل أن هو يعني يصل إلى غاياته، ولم يفتح مدرسة إلا من أجل غاياته، ولم يفتح معملا أو يفتح حالة زراعية أو شيء إلا من أجل غاياته. إحنا لو أن هذه الفترة كلياتها اللي كان فيها العثماني، الاستعمار العثماني أو الاستعمار الفرنسي، لو أنه كنا عم نشتغل على الأرض ونشتغل على المعامل ونشتغل على المدارس لكنا في حالة غير هذه. لذلك الأدب يقول لك جملة واحدة بأنهم كانوا أشبه بالصخرة التي رمخت على صدر السوري كي لا يتطور، كي لا ينمو هذا الاقتصاد أو تنمو هذه الحياة السياسية أو ينمو حالة التعليم أو حالة التربية. مع هي الجملة فينا نختم رحلتنا معك الأستاذ الكاتب حسن حميد، على وجودك نتشكرك أكيد. مثل ما قلت صور تاريخية جميلة، أجمل شيء أن المفردات الأدبية هي توثقها بطريقة سلسة وجميلة. صحيح. وكان إلى دور كتير كبير، يعني مرينا معك بصور تاريخية جميلة. صحيح. قدرت تعبر، أخذتنا معك برحلة بسيطة، نتشكرك أكيد. نعايد مرة ثانية لحضرتك لكل السوريين. كل عام وأنتم بألف خير. سلام. كل عام وانت بخير. شكرا لوجودك، واكيد دائما من الجدير بالذكر انه نقول اللغه العربيه بسوريا ما تاثرت بلغه الاستعمار، وهي من الدول النادره والقليله، وهذا كمان اكبر انتصار من المبادئ، ولا حتى باللغه التركيه ولا باي لغه من لغات الاستعمار. شكرا لك، ينعاد عليك.